تحية طيبة مشاهدينا، وأهلا بكم إلى أبرز الأخبار في دقيقة. المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفن ديمستورا يقدم شروطا لمشاركته في مؤتمر شعوب سوريا. القوات المشتركة العراقية تحرز تقدما في محافظة الأنبار ورفع العلم العراقي في فيشخابور. وزير الخارجية الأمريكي يؤكد القوات الأمريكية ستبقى في العراق حتى هزيمة داعش. مصر تحبط محاولة من إرهابيين لاختراق الحدود مع ليبيا. وفي أفغانستان أين اسمي؟ حملة إلكترونية للدفاع عن حقوق المرأة الأساسية. وفي السعودية السماح للنساء بدخول ملاعب رياضية بدءا من عام 2018. وفي أخبار الصحة، دراسة حديثة تؤكد اتصال الأطفال المبكر مع الكلاب يحمي الأطفال من الإصابة بأمراض الحساسية والربو.